وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عبد الله الشملاني إنه سيتم خلال حفلة جائزة الإعلام الجديد تدشين عدد من المبادرات والمشاريع الخاصة بتطوير المواهب السعودية. اليوم سوف نكرم إن شاء الله 10 فائزين في من الأكثر تأثيرا في المملكة، وهي أول جائزة الحقيقة نطلقها مبادرة من مركز الإعلام الجديد التابع لوزارة الثقافة والإعلام وبدعم من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. سوف يكون إن شاء الله الفائزين سوف يكرمون من قبل معالي وزير الثقافة والإعلام، وسوف يكون أيضا في نفس خلال هذا الحفل تدشين عدد من المبادرات وأيضا المشاريع سوف نعلن إن شاء الله خلال الحفل للمؤثرين والمتخصصين في التواصل الاجتماعي لاحتوائهم وتطوير المواهب السعودية لنرتقي بإذن الله ويكون لدينا إعلام إيجابي ونشر ثقافة إيجابية في التواصل الاجتماعي.